السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي مير من دونت 4. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتعرف مع بعض على طريقة إخفاء أو مسح السجل الخاص بويندوز 10 للملفات اللي تم فتحها على الحاسوب الخاص بينا. كتير مننا لما بيستخدم الكمبيوتر بتاعه سواء في فتح ملفات أو أي حاجة تانية بيظهر عنده في السجل زي اللي هو كويك أكسس، هنا اخر الملفات اللي تم فتحها زي هنا صورة ياسين صورة الواقع. في كتير مننا ما بيفضلش الموضوع ده او بيحب ان هو يكون ليه خصوصية اكتر، ان ممكن يكون الجهاز ده ممكن اكتر من واحد بيقعد عليه. طب نحل المشكلة ازاي او نمسح اللي هي سجل التصفح الخاص بينا على الحاسوب بطريقة سهلة ازاي؟ اول حاجة نروح على قائمة من فوق كده فايل، نفتح اللي هو المستعرض الخاص بينا، تمام، ونروح هنا على قائمة فايل ومن هنا شينج فولدر اند سيرش اوبشن، ندوس عليها. هنيجي هنا كده وندوس كلير، ندوس هنا كلير، دوست هنا كده هيقوم بحذف كل الملفات دي. كمثال نشوفها هنا كده تاني، ندوس هنا اوك، ندوس هنا كويك اكسس. زي ما احنا شايفين هنا مفيش اي حاجة ظهرت. طب هنا انا هفتح مثلا الملف ده، كمثال هفتح الصورة دي، تمام، هاجي هنا ابص على كويك اكسس تاني هنتلاقيها فعلا جاب لنا الصورة. طب انا دلوقتي عاوز الغي الموضوع ده خالص، مش عاوز اي حاجة نفتحها او تظهر هنا. بنفس القائمة ادوس على فايل شينج فولدر، هاجي هنا كده واقوم لاغي الاتنين دول، لاغي علامة التأشير من امام الاتنين دول اللي هو شو ريسنت يوزد فيلز او شو فرانكولي يوزد، تمام، هدوس عليهم كده والغيهم واقول له هنا ابلاي وبعد كده اقول له اوكي، تمام. هاجي هنا كده اي ملف انا هقوم بفتحه كمثال نفس الصورة اللي احنا عملناها، تمام، هذه الصورة اهي، اخش على قائمة الكويك اكسس ريفريش مفيش اي حاجة ظهر. وبامكاننا ان احنا نرجعهم بطريقة عادية بنفس الخطوات ونرجع عملية التأشير تاني. ان شاء الله الشرح يكون بسيط وسهل لينا وليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة يا شباب لو دي اول مرة تشوفونا او تتابعونا.